المفروض نشيل الأسوري والشيلة كلها؟ ولا المفروض نشيل اللعيبة الشيلة كلها؟ ولا المفروض أصلاً ما نقيمش؟ ولا نعمل إيه؟ ده اللي إحنا هنتكلم فيه عن حال نادي الزمالك في الدوري المصري الممتاز على صبورة في الجول. خلينا بس نتفق اتفاق كده مبدئي، أسهل حاجة في الدنيا إن أنا شايل المدرب في وشه، أقول بمنتهى البساطة كده المدرب ده فاشل. حتى لو رجع نجح بعد كده هقول له أنا مش مقتنع. يلا أنا مش مقتنع. ليه مش مقتنع؟ هطلع لك أي سبب، أقول لك ده بيلعب بخطة غريبة، ده بيستخدم لعيبة في غير مراكزها، ده بيعمل حاجات غريبة يا جدع. فسهل إن أنا أشيل المدرب الشيلة، وفي نفس الوقت أنا مش عايز أشيل المدرب الشيلة، بس هو قرر إن هو يخش يتحملها، لأن في حاجة مهمة جدا إحنا محتاجين نفصصها ونفسرها. المدرب لو بيلعب بالطريقة العادية بالأسماء العادية وفرقته بتخسر، ساعتها انت بتشيل اللعيبة، صح؟ لان المدرب لعب لك الطريقة واللعيبة اللي انت عارف ومتعود عليهم، فساعتها هتقول ايه ده لعيبة مفيش منها فايدة على سبيل المثال. انما لما المدرب بيخش ويغير مركز لاعب او يعمل حاجة غريبة او تعديلة غريبة في الخطة، فانت وقتها اول حاجة بتيجي على بالك بتقول لا ده يبقى المدرب جاي يفتي، صح كده؟ فانت عندك المصطلحات القديمة التقليدية ان المدرب لما بيغير حاجة بيبقى بيفتي، وان المدرب لما بيلعب بشكله الطبيعي يبقى اللعيبة هي اللي عندها المشكلة. في الحقيقة بقى لما تتفرج على الزمالك مع أوسوريو هتلاقي المسألة هي بالعكس خالص، بمعنى ان لو المدرب جاي يلعب بالخطة الطبيعية، يا فندم ما انت جربت تلعب بالخطة الطبيعية، هل انت مش واخد بالك انك في بداية الموسم لعبت 3-5-2 واتغلبت مع فريرة، عدلها ل 3-4-3 واتغلبت مع فريرة، عدلها ل 4-3-3 واتغلبت مع فريرة، وأسامة نبيه جه لعب 4-2-3-1 كسب ماتش وبعدين اتغلب بيها مع الزمالك سكور، فقام راجع فريرة علشان يعيد اللفة من أول وجديد. ده معناها إيه؟ ده معناها إن لو المدرب بصراحة لو كان أوسوريو جه وحط 4-2-3-1 في الملعب بنفس الأسماء أنا كنت هبقى مستغرب برضه، لأن أنا هبقى ساعتها هقول لك طب وبعدين؟ هتعمل إيه يعني؟ خد بالك سبب نجاح فريرة السنة اللي فاتت أو جزء من نجاح فريرة السنة اللي فاتت كان شوية الرهانات اللي عملها في الملعب، زي 3-4-3 اللي هي كانت بالنسبة لك ما تلعبتش قبل كده في الزمالك، زي أو ما تلعبتش كتير، زي مثلا نيمار أخد فرصة، يوسف أسامة نبي، سيف فاروق جعفر، المجموعة دي كانت رهانات من فريرة وأنت تقبلتها لأنك بتحب فريرة من ولايته الأولى، فما اعتبرتوش بيألف، اديته الثقة، نجح، صح؟ وسوري يقول لانك مفيش بينك وبينه رصيد سابق زي فريرة، فانت شايفه من الاول كل ما بيعمل اي رهان غريب بالنسبه لك بيألف. الحاجه الثانيه بقى ان فكره انه مستخدم خطه غريبه مخلياك قدر الامكان مش باصص على مستوى اللعيبه ومش باصص على قدرات اللعيبه، فانت مريح اللعيبه من المواجهه ومعتبر ان اللعيبه دي هي ما عندهاش ازمه لان المدرب بيفتي، فانا خناقتي كلها متوجهه مع اوسوريو. بينما لو بصيت في ارض الواقع وسالت نفسك سؤال، هو الزمالك لما بتتقطع منه الكوره ليه المجموعه دي مفيش حد منهم بيرجع؟ هتبتدي او بيضغط لدرجه تسترجع الكوره، هتلاقي نفسك اوتوماتيكلي بتسال هو اللعيبه ليه ما بتجريش؟ خد بالك من نقطه مهمه، انا اقدر انتقد المدرب لما يوظف لعيب على امكانياته، يعني انا اقدر اقول ان توظيف حمزه المسلوسي لاعب ارتكاز في ماتش الداخليه الاخير ما كانش توظيف جيد تماما بناء على معرفتنا بقدرات حمزه المسلوسي. لكن لما بتتكلمش على قدراته وبتتكلم على مستوى الجري، دي اللي بتبقى النقطه اللي هنا الوم فيها اللعيب، انت ما جريتش، انت ما حاولتش، انت ما ساعدتش فرقتك، عشان كده انا ساعتها اقدر الوم اللعيبه. تعالوا بقى نحط كل الكلام دي لان دي كلها نظريات ونبتدي نتكلم على ارض الواقع، ايه اللي حصل في ماتش الداخليه؟ ايه اللي حصل مع الراجل ده من بدايه رحلته وتطبيقه للطريقه الغريبه او الطريقه اللي هي 3-2-4-1، الطريقه اللي تقدر تقول في اعظم حالاتها هي الطريقه بتاعت بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي، في حالات اقل قليلا هي مستوحاه بشكل كبير من الطريقه بتاعت 3-4-3 ببعض التوظيفات اللي دخلها عليه كان واحد من المديرين الفنيين طبعا مارسيلو بيلسا المدير الفني العظيم كمدرس لكرة القدم في الأرجنتين، واشتغل بيها الراجل نفسه اللي احنا بنتكلم عليه أوسوريو مع منتخب المكسيك في بعض الحالات، وكان مشهور عنه طريقة اللعب دي وانه بيستخدم توظيفات كتير للاعبين مهاجمين في المراكز الدفاعية. اول حاجة هنعملها قبل ما نروح على السبورة،
اول حاجه هنعملها ان احنا هنتكلم عن يعني ايه فوتبول اكشن، يعني ايه اقيم لاعب، اقيم فعل كروي وبناء عليه اعرف هي المشكله عند اللاعب ولا المشكله عند المدرب ولا المشكله فين بالظبط، المشكله فين عند اللاعب كمان هو فهم ولا ايه. فوتبول اكشن الفعل الكروي، القرار الوحيد في الكوره، قرار الواحد معناه بمنتهى البساطه تمريره مثلا من الراجل ده للراجل ده، ده الفوتبول اكشن، ده فعل كروي اكشن واحد، فعل واحد اللي هو ايه الفعل؟ التمريره على سبيل المثال. فانت اول سؤال بتساله لنفسك هو انا المفروض اباصي الكوره للراجل ده هنا ولا اباصي الكوره للراجل ده هنا؟ لو احنا هنا بنستخدم التاكتكس يبقى الفوتبول اكشن دي عشان اقيمها، عشان اقيم التمريره اول حاجه بعملها بدي للعيبه التاكتكس، التكتيك بتاعنا، الاتفاق اللي بيننا يا جماعه احنا عايزين نروح في ظهر المدافع، فاحنا على سبيل المثال لو المدافع هنا يبقى انا فاهم ان المهاجم المفروض يعمل الترن ده، لو المدافع واقف هنا يبقى الراجل ده هيعمل الجاريه دي، طالما التكتيك ان احنا نعمل نروح في ظهر المدافع فده التكتيك. فيبقى الاتفاق الاولاني اللي بيننا، القرار اللي بيننا في الباص ده جاي من المدرب. تاني حاجه قرار اللاعب امتى اطلع الباص وازاي اطلع الباص، اطلع الباص على الرجل الشمال للراجل ده ولا اطلع الباص على الرجل اليمين بتاعت الراجل ده على حسب تقييم المساحه. فده القرار بتاع اللاعب، قرار اللاعب ده بيجي من ايه؟ بيجي من الوعي بتاع اللاعب ومدى خبراته. فبالتالي لو بتقيم لعيب عنده 18 سنه غير لو بتقيم لعيب عنده 21 سنه غير لو بتقيم لعيب عنده 27 سنه، حلو؟ فيبقى احنا اول حاجه بنقيم فيها قرار اللاعب هو التكتكس، احنا متفقين على حاجه، فاحنا هنفترض في اسوريو ان القرار موجود سليم. تاني حاجه بنفترض ان اللاعب لازم يكون عنده وعي. تالت حاجه قدره اللاعب على تنفيذ القرار، ما هو ممكن ابقى عايز احطها لك على رجلك الشمال، احطها لك على رجلك اليمين، احطها لك وانت تضطر تقف لها وترجع بظهرك. فقدره اللاعب على تنفيذ القرار هو تالت حاجه بنقيم عليها الباصه دي بمنتهى البساطه، حلو؟ قدره اللاعب على تنفيذ الباصه دي كذا مره بنفس الدقه اللي هو الفيتنس بتاع اللاعب. دول اربع حاجات بنقيم عليهم الموقف الواحد في كره القدم، حلو؟ فبالتالي اغلب العناصر لو خدت بالك هتلاقي ايه؟ عناصر فرديه مرتبطه بفهم اللاعب، بخبره اللاعب، بقدره اللاعب. دول ثلاث حاجات لازم تسال نفسك فيهم. الزمالك عنده خط الظهر اللي ختم ماتش الداخليه، ثلاثه حسام عبد المجيد اكبرهم خبره. فانت تفهم ان دي مشكله. مشكله عند اوسوريو ولا مشكله في القايمه؟ اسال نفسك انت السؤال ده، انا مش هجاوب. بص على قائمة الزمالك واسأل نفسك السؤال ده. فدي النقطة الأولانية. مشكلة اللياقة البدنية، هي دي مشكلة لياقة عند اللعيبة ولا اللعيبة مش عايز تجري؟ فأنت لما تقيم شيكا غير لما تقيم زيزو، غير لما تقيم مصطفى شلبي، غير لما تقيم الناحية التانية نداي. لأن هنا أنت لما بتقيم الجزء الدفاعي أو الجزء البدني اللي هو مرتبط بإن أنا الكرة اتقطعت هنا أروح أجيبها من هنا، الكرة عليت عليا يبقى لازم اطلع اجري علشان فرقتنا تفضل كومباكت طول الوقت سواء وهي ورا او وهي قدام. ده سؤال هسأله ليك انت وانت اللي جاوب عليه. هل اللعيبه مش عايزه ترجع؟ عايزه تورط اوسوريو؟ بالنسبه لها التكتيك ده مرهق مش عايزه؟ ولا اللعيبه ما تقدرش تعمل التكتيك ده لان قدراتها اللي احنا بنوصفها برغم ان هي بس اخر نقطه. اخر نقطة وهي قدرات اللاعبين. هل الراجل لما يختار حمزة المسلوسي لاعب ارتكاز هو كده بيراهن على القدرات السليمة لحمزة المسلوسي؟ اعتقد لا. فانت هنا تقدر تميز وتشيل كل واحد شيلته. تقدر تشيل القايمة وضعفها شيلتها. تقدر تشيل اللاعب شيلته. تقدر تشيل اوسوريو شيلته. ولما تيجي تشيل القايمة شيلتها تبتدي تحسب هو اللعيب اللي انا بقول عليه صغير زي حاتم سكر على سبيل المثال، زي بيسو في وسط الملعب اللي بيلعب، هل المفروض لما شيله شيلته واقول ان القايمه مش قويه اصبر عليه ولا اذبحه؟ لعيب زي حاتم سكر طبعا اصبر عليه، بيسو اصبر عليه. اذبح لعيب كبير مثلا على سبيل المثال ملوش اضافه في الفريق، ماشي الحال ساعتها افهمك. يبقى هي دي الكوره بتمشي بالشكل ده، الفهم بتاع التقييم المدرب بيمشي بالشكل ده. سهل اقول لك اوسوريو فاشل ده بيألف،
وسهل اقول لك ان اوسوريو كويس، العيب قايمه، هي دي قايمه لعيبه يا راجل. وسهل اقول لك ان لعيبه الزمالك مستبيعه، واصلا كده كده كلهم عارفين كويس ان المدربين بيتغيروا عليهم زي السلام عليكم، هي قصه اداريه اصلا وكلنا فاهمين اللي فيها وخلاص. بس هو الحق ان هو الميكس ده محتاج يتفصص، بحيث ان اللاعب اللي مش عايز يجري يقطع فاتوره انه مش عايز يجري، اللاعب الصغير في السن تصبر عليه، والتكتيك والاخطاء اللي في التغييرات تبتدي تقيمها فتعرف هي نسبتها قد ايه في المساله. فلو لقيت اوسوريو غلطان بنسبه 30% تصبر عليه، لان الراجل لسه اول مره يجي القاهره، يعني اول مره يجي مصر، اول مره يجي افريقيا، اول مره يشتغل بره النطاق المعتاد بتاعه، فطبيعي ياخد وقت. انما لو الراجل تاليفه 70% لا يا باشا اركن، يبقى انت كده مش انت جاي، اللي جابك هو اللي يتحمل المسؤوليه ونعاقبه. هي كره القدم تقاس كده. انا عارف ان انت عايز ما اعلمكش الصيد وتشتري السمكه، اجيب لك السمكه اقول لك اوسوريو فاشل، اقول لك اوسوريو كويس، بس الحقيقه عدد الماتشات اللي خاضها الزمالك ما تساعدنيش ان انا اعمل لك القرار ده. لسه ما عنديش عدد المباريات الكافيه وعدد المرات الكافيه اللي تخليني اشوف شيكا مش عايز يرجع، اقول دي مشكله لياقه فمشكله اوسوريو، زيزو مش عايز يرجع فاقول ده مستنجم نفسه، مصطفى شلبي مش عايز يرجع فاقول ده لعب ماتشين ثلاثه ورا بعض لدرجه تسمح لي بان انا اعذره، ولا القصه هتتغير في الماتشات الجايه. اوسوريو شخصيا وهو بيلعب بالطريقه دي بمصطفى شلبي ونداي اتنين اصلا فراوله، فما فيش باك ليفت ولا باك رايت تماما، هل في الماتش الكبير هيقوم جاي وحاطط داني مار؟ هل لما فتوح يرجع ده هيبقى فتوح فترجع 3 4 3 فيبقى نفس اللي بيعمله فيريرا، ولا هيفضل بالريسك المرتفع؟ طب وهو بالريسك المرتفع لما هيفقد الكره لعبته هتتعلم تجيبها، ولا هتفضل كل كره طوليه زي ما حصل في ماتش الداخليه تضربك؟ الخطه نفسها وعظمه وحلاوه الخطه نفسها ان الثلاثه دول انت خدت واحد، يعني خدوا بالكم هي كانت زي كانها اربعه وارتكاز واحد، بيتراقب الارتكاز الواحد، حلو؟ بيتراقب دايما. زيد يا باشا، ده اللي عمله جون ستونز مع مانشستر سيتي، زيد يا باشا فانت خد انت الزياده العدديه. انما لما المنافسين بقى زي علاء عبد العال درسوك فقاموا حاطين لك اثنين وحاطين لك على دول اثنين موتوك، فهتتصرف ازاي؟ لما دول يموتوك ودول يبقوا متراقبين هتتصرف ازاي؟ دي حاجه عايزين نعرفها من اوسوريو قبل ما نحكم عليه. عشان كده صعب اعلمك، صعب اسف هديلك السمكه، بس انا قلت لك كل اللي الناس درسته علشان خاطر انت تحكم بنفسك مع كل ماتش واللي بعده. ونتقابل كمان اسبوع اسبوعين، مين عالم يمكن يكون معانا ساعتها السمكه. شكرا لكم.